بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وقع العذاب على جيوش أمية من باسل هو في الوقائع معلم، ما راعهم إلا تقحم ضيغم، غيران يعجم لفظه ويدمدم عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم، قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد للرؤوس ويحطم، وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا، ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم، صبغ الخيول برمحه حتى غدا سيان أشقر لونها والأدهم، ما شد غضبانا على ملمومة إلا وحل بها القضاء المبرم، بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم، عرف المواعظ لا تفيد بمعشر، صموا عن النبأ العظيم كما عموا، فانصاع يخطم بالجماجم والكلى، فالسيف ينثر والمثقف ينظم، أو تشتكي العطش الفواطم عنده، وبصدر صعدته الفرات المفعم، في كفه اليسرى السقاء يقله، وبكفه اليمنى الحسام المخذم،
بطلون إذا ركب المطهم خلته جبلا أشم يخف فيه مطهم قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم حسمت يديه المرهفات وإنه وحسامه من حدهن لأحسم ثم ماذا يا سيد جعفر يقول وهوى بجنب العلقمي فليته يا للشاربين به يدافع يا العلقم فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينهم متقاسم ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملاثم قد رام يلثم فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح فيلثم نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتألم أخاي من يحمي بنات محمد يا إن صرنا يسترحمنا من لا يا يرحمو يا عباس هذا حسين يمك يا عباس هذا حسين يمك يبكي وخلط دمعه بدمك حاير يا ابو فاضل بلمك سكنة تسلي الطفل باسمك ساعة ويجيب الماي عمك يا ساعة ويجيب الماي يا عمك المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت
ويسلموا تسليما. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأكرم محمد. انطلاقا من هذه الآية نتحدث حول أصدر القيم وما يؤثر في بقائها، ونسلط الضوء على قيمة التسليم التي تميز بها أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. القيم التي عند الإنسان لها عدة مصادر، ونركز على مصدرين أساسيين. الأول الفطرة، الإنسان مفطور من الأساس على مجموعة من القيم، هو من فطرته من دون الحاجة إلى أن يتعلم من أحد. مثلا فطرة الصدق، مفطور ترى على الصدق الإنسان، لذلك الأطفال الذين لم يتلوثوا أي تلوث بمجرد أن تسألهم تقول ماذا حدث لكم، يخبروك الحقيقة تماما من دون أي كذب. وهذا ملاحظ طبعا، الأطفال وهم صغار لا يكذبون، أما الكبار بعد أن تتلوث فطرتهم هنا وهناك يبدأ بالخداع عادة. أنا ما أتكلم عن الجميع، إنما الأطفال الذين هم على فطرتهم عادة لا يكذبون، مفطورين على بعض الأخلاقيات من أصل خلقتهم المسمى بالفطرة، وهذا منبع أو مصدر مهم جدا. إذا يحاول الإنسان أن يحافظ على نقاء فطرته، أن لا تتلوث بمؤثرات من هنا وهناك. المصدر الثاني وهو مصدر أيضا مهم هو البيئة المحيطة، وهي على قسمين. هذه البيئة الصغيرة التي هي والداه، أمه، أبوه، إخوته، أو البيئة الكبيرة وهي المجتمع، هي أيضا مصدر لبعض القيم. بعد أن يكبر يعلمه أبوه أو أمه أو إخوته أو مجتمعه بعض القيم المهمة جدا التي قد لا تكون موجودة في أصل فطرته، لكن يكتسبها من البيئة حوله، بغض النظر عن مثلا ديانته دينه، لا يأخذها من مجتمعه سواء الصغير أو الكبير. وكثير من القيم يأخذها الإنسان من مجتمعه، ولذا تجدها أحيانا تختلف من مجتمع إلى آخر. ما أريد أن أنبه عليه أن هناك أيضا أمور تثبت القيم، يعني تبقي القيم الصحيحة على حالها. زين، رحم الله من ذكر القائم من آل محمد وقام على قدمه وتقدم إلى الأمام. صلى على محمد وآل محمد. قدموا للأمام رحم الله وديكم حتى ليأتون بعد ذلك يكون لهم متسع. الدين الإسلامي أحد الأمور أو أحد الأسباب التي تؤثر في بقاء القيم، لأنه هو الدين الإسلامي هو دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قيم الدين الإسلامي تحث على الأمور التي نشأت مع خلقة الإنسان. والأمر الثاني، المجتمع أيضا له دور، له دور مهم جدا. هل أنبه بس على هذه القضية، وهي أن كثيرا من الناس عندهم قيم، ما دام في داخل مجتمع يحافظ على هذه القيم، كأن يكون في داخل المجتمع الإيماني مثلا تجده لا يتجاوز القيم، ربما لا يعتدي على أموال الآخرين ولا يسرق منهم، أحيانا ليس خوفا من الله عز وجل، وإنما
يقول أنا إذا أخذت مال فلان فإن فلان سيتحدث مع أبي مع أهلي وسأحرج أمام العشيرة مثل ما نعبر الآن، أمام القبيلة، نفس القبيلة والعشيرة والمجتمع الإيماني هو أحد الأمور التي تثبت القيم ولا تجعله يتجاوزها. وربما من يلاحظ بعض الأشخاص وهو في مجتمعه تجد ملتزم منضبط نسبيا، ها ما أتكلم بشكل كل فرد لكن نسبيا منضبط، لكن إذا خرج من مجتمع إلى مجتمع غريب لا يعرفه، لا أحد يعرفه في هذا المجتمع، مثل كان يكون فرضا كمثال يعني ليس إلا كان في وسط المؤمنين في فرضا في النجف الأشرف أو في كربلاء أو في وسط المؤمنين في بغداد مثلا، مؤمنين محيطين به وبينه وبين عشيرته، تجد لا يفعل بعض الأمور، لكن أحيانا بعض الأفراد إذا خرج من وسط المجتمع الإيماني الذين يحاسبونه على بعض الأخطاء إلى مجتمع لا أحد يعرفه فيه تجده يتجاوز، تجده مثلا إن وجد طريقا لأن يسرق مال هذا سرقه، يعتدي على هذا اعتدى عليه، والسبب أنه لا توجد هذه العصم كما يعبر عنها دعاء كميل، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. هناك أمور عصم، عصم تعصم الإنسان عن أن يتجاوز عن الفطرة، أحد العصم هو المجتمع الإيماني يعصم الإنسان عن الخروج، ولذا إذا خرج عن المجتمع الإيماني فإنه تجده قد أنا لا أقول هذا يعني لكل الناس، لكن بعضهم إذا فقد العصم ولا يوجد راجع من نفسه دخل في الأمور المحذورة. من هنا ننبه حتى تبقى فطرة أبنائنا هؤلاء الصغار الذين نحن اضطررنا للمجيء إلى مثل هذه الأماكن التي قد لا يكون المجتمع ككل مجتمعا إيمانيا محافظا على ثوابت الدين الإسلامي على قيم الدين الإسلامي. من الضروري جدا أن أحضر ابني ولدي أنا نفسي أم أحضر إلى داخل المجتمع الإيماني، أشكل لي مجتمعا إيمانيا حتى يحافظ ويعصمني عن الخروج إلى ما لا يرضى به الشريعة. أنا إذا صرت بين مؤمنين يعرفون أين أذهب أين أأتي يسألون عني أنا أسأل عنهم، ربما وهذا أمر جيد ها، ربما أخجل مو من الله فقط لا حتى من المجتمع أن أتجاوز فيقال فلان تجاوز وكذا، هذا المقدار لا بأس به شرعا، لا بأس به أن الإنسان يتقي المعاصي لأن محيطه محيط إيماني ولا يريد أن يسبح كما يعبرون ضد التيار هذا الإيماني فيكون مع التيار الإيماني، وهذا أمر جميل لبقاء القيم التي أخذها إما من الفطرة أو من البيئة الإيمانية التي هو فيها. من القيم المهمة جدا التي أكد عليها القرآن الكريم وهي من مقومات الإيمان التسليم، التسليم الكامل التام لما يمليه علينا ولي الله، لما يمليه علينا رسول الله محمد. وهذه أحد أهم يعني أحد المميزات لسيدنا أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، للإمام الصادق يقول أشهد لك بالتسليم. التسليم معناه الانقياد التام لولي الله الأعظم، لولي الله. هذه الآية المباركة عندما تقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، الآية موجهة لرسول الله صلى الله عليه وآله. سبب نزولها كما يذكر بعض المفسرين أن الزبير ابن العوام وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وآله، الزبير أمه صفية بنت عبد المطلب أبوه العوام، الزبير بن العوام فهو في الحقيقة ابن عمة النبي،
وشخص آخر يقال له حاطب بن أبي بلتعة، بس هذا له تاريخ بعد ما أعرف شنو صاير. المهم هؤلاء هذان الشخصان لهما مزرعتان، مزرعة لكن المزرعة صايرة على شكل منحدر، منحدر. مزرعة الزبير ابن العوام في الأعلى صايرة فوق، ومزرعة هذا حاطب ابن أبي بلتعة تحت شوية في الأسفل، بحيث الماء الذي يجري من الأعلى خصوصا في بعض أوقات الشتاء أول ما يصل ويجتمع عند مزرعة منه الزبير، وبعد ذلك عند مزرعة حاطب. فالزبير كان يحبس الماء قليلا، يعني يوقف الماء حتى ينشره بين الأشجار التي عنده، ثم يفتح الماء لينزل إلى المزرعة الأخرى. هذا حاطب صاحب المزرعة السفلى اللي في الأسفل اعترض عليه، قال لا تحبس الماء، اترك الماء يجري مباشرة لي. قال لا، من حقي أن أحبس الماء أسقي مزارعي ثم أفتحه لك. فصارت بينهما نوع من الخلاف حول قضية الماء. رفع الأمر إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ما الحكم في ذلك؟ إذا واحد صاحب مزرعة في الأعلى ويأتيه الماء، هل يحق له أن يمنع الماء مؤقتا، مو دائما، فترة بسيطة بحيث يسقي كل أشجاره ثم يفتح الماء حتى يأتي إلى جاره الذي في الأسفل؟ النبي صلى الله عليه وآله وهو الموحى إليه من قبل الله تبارك وتعالى قال يحق لمن له المزرعة في الأعلى أن يحبس الماء بنحو يسقي مزارعه ثم يفتح الماء ولا يضر بمن بصاحب المزرعة السفلى. فحكم رسول الله صلى الله عليه وآله لمن؟ للزبير اللي هو منه؟ ابن عمته. هذا حاطب، ما أدرس بعضهم ليس عندهم ذلك التسليم، ما قبل في نفسه بحكم النبي صلى الله عليه وآله. فلقيه أحد الأصحاب عمار أبو ذر، أحد من الأصحاب، قال له بماذا حكم رسول الله؟ قال الرواية يقول لوى شدقه، قال حكم لابن عمته، يعني كأن يظن أن النبي صلى الله عليه وآله واسطة، لأن هذا ابن عمته حكم له بأنه يسقي الماء ثم يفتح حتى ينحدر إلى. فنزلت هذه الآية، هذا حاطب بن أبي بلتعة ليس مسلما لرسول الله صلى الله عليه وآله، نزلت الآية قائلة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الإيمان ترى لا يكتمل، لا يكتمل إلا إذا كان التسليم تاما لولي الله الأعظم كالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وللأئمة الطاهرين عليهم السلام. ولذا عندنا أحد أصحاب الإمام الصادق جميل، أحدهم يسمى اسمه كليب، اسمه كليب، هذا اسمه، أصحابه بمجرد أن يقولون له قال جعفر بن محمد الصادق قال سلمت، يعني يسلم بما قال الإمام الصادق، فأسموه كليب تسليم، سموه خلاص هذا كليب تسليم، بس يجي له شيء عن آل محمد يسلم هذا كليب. فالراوي يقول نقلت للإمام الصادق عليه السلام قلت له إن عندنا رجلا مسلما لكم إذا قيل له شيء عنكم قال سلمت، فسميناه كليب تسليم. شوف الإمام إيش قال، ترى الإمام يعجبوه النماذج هؤلاء. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ترحم عليه، قال رحمه الله أتدرون ما التسليم؟ فسكتنا. الراوي يقول فقال هو والله الإخبات قول الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
الطيئات وأخبتوا إلى ربهم. أمر مطلوب جدا أن يسلم الإنسان لولي الله. هو سؤال، ومن هنا انتقل لأبي الفضل العباس سلام الله عليه، هل أن التسليم لحكم الله عز وجل سواء بالرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أو الأئمة الطاهرين أو إلى الفقهاء في زماننا؟ نحن ذكرنا في الليلة الماضية أننا نحن في هذا الزمان في عصر غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه نرجع إلى الفقهاء في أمور ديننا، في الأمور الفقهية المرتبطة بالحلال والحرام. هل هذا أمر معيب بحيث أن بعضهم يقول كيف أسلم عقلي وتفكيري مثلا لإنسان آخر مثلي؟ زين، بعضهم ما يجرؤ طبعا بعضهم وصلت به الجرأة إلى حتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول كيف أسلم بما يقوله محمدا في عقله محمد؟ هذا جرأة عظيمة بعدها. لا، بعضهم لا يصل هذه الدرجة، يقول أنا كيف أسلم عقلي لما يقوله هذا المرجع أو ذاك المرجع، أنا في عقل وأستطيع أن أميز الأمور. هذه شبهة قديمة كانت يتبناها قسم من الهنود يسموهم البراهمة. البراهمة شبهة زمان، هذه الشبهة يقولون نحن لا نحتاج الأنبياء. ليش ما تحتاجون الأنبياء؟ قالوا إن جاء النبي بما يوافق العاقل فنحن هم عندنا عقول، إن جاء النبي بما يخالف العقل رفضنا، إذن ما نحتاج إلى الأنبياء. شبهة قديمة ومردود عليها. العقل ترى محدود، ليس له قدرة على أن يكتشف كل المصالح والمفاسد. مثلا العقول كما ذكرت في أول الأمر عندها يعني مركبة مخلوقة على بعض المعارف يسموها المعارف الفطرية. فكل عاقل لو قلت له مثلا الظلم حسن أم قبيح، كل عاقل يقول الظلم قبيح، حتى الذي لم يتعلم ولم يدرس ويقول الظلم قبيح ولا يحتاج حتى إلى تعلم من أي أحد. حتى الإنسان الذي مثلا تربى مع الحيوانات طول حياته، نجيب مثال ماوكلي مو شخصية حقيقية بس يعني ماوكلي هذا صاحب فيلم الكرتوني يقول تربى مع الذئاب. هذا ماوكلي لو قل له ها يا ماوكلي مثلا هل أن ظلم فرضا شريخان هذا النمر ما أدري شنو ظلمه للحيوانات الأخرى صحيح؟ يقول لا، الظلم قبيح. هذه أمور موجودة الكل يعلمها، لكن هناك أمور لا يدركها العقل، لا يدرك هل هي شنو فيها مصلحة أو لا. مثلا تقول لإنسان عاقل هل تدرك بعقلك وجود مصلحة بين أن في أن يصلي الإنسان ركعتين بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؟ هل فيها مصلحة؟ يقول ما أدري. شو مدرين؟ هل فيها مفسدة؟ يقولها ما أدري. صدق ما يدري، يعني ما يعرف المصالح والمفاسد الكامنة في كل الأمور. من هو العارف بالمصالح والمفاسد؟ هو خالق هذا الكون، هو الذي يعرف بما يصلح وما لا يصلح. ودائما هذه قاعدة عامة بعد، من خلق الشيء هو أخبر بما يصلحه وما يفسده. دائما أنت الآن إذا اشتريت تلفزيون، افترض سامسونج مثلا، تلفزيون سامسونج، وتريد أن تعرف ما الذي ينسجم مع هذا التلفزيون والذي يصلحه، مثلا درجة أو اللي يفسده، درجة الحرارة المناسبة اللي يكون في هذا التلفزيون، درجة البرودة المناسبة حتى يبقى هذا التلفزيون مثلا من دون أعطال، تسأل منه؟ إذا الصانع هو لهذا التلفزيون سامسونج، تروح تسأل سوني؟ تروح تسأل LG؟ ولا تسأل نفس الشركة التي صنعته؟ قل أنت التي صنعت هذا التلفزيون، ما الذي يصلحه وما الذي يفسده؟ إذا قالت لك والله إحنا عندنا مانيوال موجود اقرأه ستجد أن هذا التلفزيون لا ينبغي أن يوضع في درجة حرارة كذا ورطوبة كذا ومكان كذا مثلا، فإنك تسلم لهم. لماذا؟ لأن هذه الشركة هي من صنعت هذا
التلفزيون نفس الكلام تماما، وهذا طريق عقلائي. نحن كبشر خلق لله عز وجل، ما الذي يصلحنا؟ ما الذي يفسدنا؟ لا نعرف كل شيء، نحن نعرف بعض الأمور العامة أن الظلم فساد ولا ينبغي، لكن بقية الأمور ما الذي يصلح الناس في حياتهم، في أكلهم، في شربهم، في صلاتهم، في تعاملاتهم، لا نعرفها. إذا نرجع إلى من؟ إلى من خلق الناس. من هو الخالق؟ الله عز وجل. والله لم ينزل إلى البشر لكي مباشرة يباشرونهم، تعالى الله عن ذلك، وإنما أرسل رسلا، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهؤلاء الرسل هم الذين جاءوا بهذه أحكام من قبل الله عز وجل، وبلغ المرسلون أحكام الله عز وجل. الآن بعدهم جاء الأنبياء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، في ظل غيبة مولانا صاحب العصر والزمان، من هو الذي نرجع إليه؟ هم أئمتنا عليهم السلام. قالوا أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مطيعا لأمر مولاه، عاصيا لهواه، فللعوام أن يقلدوا. نحن نرجع إلى الفقهاء في مثل هذه الأمور، مع الذي ذكرناه بالأمس أن قول الفقيه حجة في حق المقلد يحتج به أمام الله عز وجل، ونسلم له. هذا المبغي، أن نسلم لقول فقهائنا، وهذا ما في أي شيء من إعارة العقل لإنسان آخر، لأن قول الفقيه المجتهد وفتواه لن تأتي معارضة للعقل. ذكرنا في ليلة سابقة أن حتى لو وردنا رواية عن النبي، رواية يعني مو أكيد صادرة، وفيها ما يعارض العقل مثلا، لا نأخذ بها، هذا شيء طبيعي، ونقول لا معنى لأن يأتي الأنبياء بما يخالف العقل أو يصادم العقل ولا يصدر منهم أصلا. كذلك من فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم، بل نسلم لفتواهم باعتبارها حجة. العباس سلام الله عليه كان سيد الوفاء والتسليم لولي الله الأعظم، وهو الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يشهد للعباس سلام الله عليه شهادة تارة تأتي من إنسان عادي، تارة تأتي من معصوم كالإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، في الرواية المعروفة، هذه زيارة العباس سلام الله عليه المعروفة، إمامنا الصادق عليه السلام يقول: إذا أردت أن تزور قبر العباس بن علي وهو على شط الفرات بحذاء الحائر، فقف على باب السقيفة، ذاك الوقت كان مكان مسقوف من زمن الإمام الصادق، وقل: سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين، إلى أن يقول: السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، أشهد لك بالتسليم. الإمام الصادق عليه السلام يشهد أن أبا الفضل سلام الله عليه مسلم لإمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كيف؟ ما هي مظاهر هذا التسليم لأبي الفضل العباس؟ أولا التنفيذ المباشر بلا تردد لأمر المعصوم، هذا انعكاس للتسليم لا يتردد، كما كان أمير المؤمنين سلام الله، أمير المؤمنين كما تعبر بعض الروايات كان كالحديدة المحماة في تنفيذه لأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يتردد لحظة، أبدا أبدا لا يتردد. يعني غير أمير المؤمنين كان يتردد. في رواية جميلة أن النبي صلى الله عليه وآله أمر الشخص أحد الأصحاب، قال له: اذهب إلى المسجد ستجد شخصا واحدا فقط في المسجد يصلي، اقتله. من اللي يأمر؟ النبي صلى الله عليه وآله. ذهب، دخل إلى المسجد، شاف يصلي، يركع كذا، تردد، شلون أقتل إنسان يصلي؟ هو رسول الله اللي قال لي، هو من قال لك؟ فلم يقتل، رجع قال: يا رسول الله وجدته يصلي، يعني لم أشأ أن أقتله.
هذا ما عنده تسليم. قال للثاني اذهب إليه واقتله. طبعا ليش يقتله؟ لأن كان هذا مصدر فتنة عظيمة. ها ذهب وجده يصلي أيضا شنو؟ تردد. زين ورجع. أمير المؤمنين عليه السلام كان جالسا قال اذهب يا علي واقتله إن وجدته في المسجد. أمير المؤمنين دخل المسجد لم يجده. زين ها دخل المسجد لم يجده. في الرواية تذكر أنه لو قتل هذا لا يعني مضمون الرواية لتخلص المسلمون من كثير من الفتن. يبدو كان مصدر فتن والنبي صلى الله عليه وآله له من الله عز وجل الصلاحية أن يقتل مصادر الفتن ويدرأ الفتن. العباس كان كذلك تنفيذ مباشر لما يقوله الحسين عليه السلام. في يوم العاشر أو قبله نادى شمر بن ذي الجوشن قال أين بنو أختنا العباس وإخوته. ها العباس يوجد نسب بين قبيلة شمر بن ذي الجوشن وقبيلة أم البنين أن هؤلاء أخوال هؤلاء أخوال من بعيد يعني. فقال أين بنو أختنا العباس وإخوته. بأطأ رأسه العباس ها ما أجابه. مسلم للحسين ينتظر أمرا من الحسين. الحسين عليه السلام قال له أجبه وإن كان فاسقا. أجبه إذن توجه العباس إليه. قال له شمر بن الجوشن لك الأمان إن تركت الحسين. قال قبحك الله أتؤمنني وابن رسول الله لا أمان له. ها هذا أمر لا يكون. هذا من مصادر أو من مظاهر تسليم العباس سلام الله عليه. الأمر الثاني بذل النفس وهو والجود بالنفس أقصى غاية الجود. بذل النفس في سبيل الإمام سلام الله عليه نوع من التسليم. إذا قال الإمام هلموا لمصرعكم يا كرام يبادرون جميعا إلى ذلك المصرع الذي صرعت فيه كل أولئك الصفوة الطيبة. الأمر الثالث من مظاهر تسليم العباس هو أن من يدرس شخصية العباس يعرف أنه كان ذا غيرة وحمية عظيمة جدا جدا بحيث أن ذا الغيرة إذا وجد أطفال يصرخون العطش العطش لو لم يكن أقولها لو لم يكن مسلما للحسين لانطلق للذهاب إلى الماء من دون الاستئذان. لكن هو المسلم صلوات الله وسلامه عليه المسلم تسليما تاما يسمع الأطفال يتصارخون العطش العطش لكن لا يتحرك إلا بأمر من الحسين. قال أخي أبا عبد الله لقد ضاق صدري بهؤلاء القوم فأذن لي بالقتال. وكان آخر من بقي من الهاشميين. الرواية تقول بكى الحسين بكاء شديدا حتى ابتلت لحيته بالدموع وقال أخي عباس أنت العلامة من عسكري ومجمع عددنا فإذا أنت غداوت يؤول جمعنا إلى الشتات وتنبعث عمارتنا إلى الخراب. إن كان كلا ولا بد فاطلب لهؤلاء القول لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. العباس ذلك المسلم لأخيه الحسين أخذ القربة وبيده الراية توجه نحو المشرعة وكان عليها 4000 فارس
الناس قاتلهم قتال الأبطال حتى كشفهم عن المشرعة لم يصل إلى الماء إلا وقلبه كصالية الجمر من العطاش دخل إلى الماء اغترف غرفة بيده خاض الماء يبس يا سبردة ترتشف يروي عطت شبدة تذكر لن أخوه حسين بعد ذب الماء من شفة وتحسر كأني به يقول هذا الماء يجري بطون حياة وضوق قبل أخويا حسين الهات وظن طفل يا ويل من العطش مات وظن موت قرب والعمر قصر شلون اشرب واخويا حسين عطش وسكنا والحرم واطفال رضعان وظن قلب العليل التهاب نيران يا ليت الماي بعد لا حلو مار رمى الماء على الماء وملأ القربة وشد وكاءها ثم توجه نحو الخيام قال ابن سعد ويلكم اهجموا عليه لئن وصل الماء إلى خيام الحسين أفناكم عن آخركم أنا مناد وعباس وازدلفت عليه الألوف وهو يقاتلهم ويقول لا أرهب الموت إذا الموت رقى حتى أوارى في المصالي تلقى نفسي لنفس المصطفى الطهر وقى إني أنا العباس أغدو بالسقى ولا أخاف الشر يوم الملتقى وصار يقاتلهم وبينما هو يقاتل إذ كمن له بديل ابن ورقة من وراء نخلة فضرب العباس بالسيف على يمينه فأطنها ألا من مناد وعباس فأخذ السيف بشماله وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين وبينما هو يقاتل بشماله إذ كمن له لعين آخر فضرب العباس بالسيف على شماله فطارت ومعها السيف صار ينادي يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار مع النبي السيد المختار قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار واحتضن القربة بما تبقى من يده احتضنها إلى صدره ولا زال متوجها إلى الخيام وجاءته السهام كرشق المطر فوقع سهم في صدره
وآخر في القربة فأريق ماؤها. وقف العباس متحيرا أيرجع إلى الخيام وقد أريق الماء، وإذا بسهم حرملة قد نبت في عينه اليسرى. ألا من مناد وعباس فانبعث الدم واحتار كيف يخرج السهم من عينه، ليس له يد. فانحنى على قربوس فرسه ليخرج السهم بركبته، فوقع المغفر من على راسه. فجاءه حكيم ابن الطفيل فضربه بعمد الحديد على راسه. ألا من مناد وعباس سقط على الأرض بلا يد، فتكسرت السهام في صدره والسهم نابت في العين. صاح مناديا عليك مني السلام أخي أبا عبد الله. جاء الحسين إلى مصرعه وإذا بضج في السماء، وضجت في السماء الأملاك تبكي والدمع يجري. شنه اللي جرى في الكون يا جبريل ما تدري؟ قالهم صرخة المظلوم الآن انكسر. جلس الحسين عنده يمسح الدمع عن عينه، وإذا بالعباس ينادي من أنت أيها الفارس؟ يقل أنا حسين يا عباس يمك، واختلط دمع بفيض دمك، وسكنة تسل الطفل باسمك. ساعة ويجيب الماي عمك. كأني بالعباس ينادي، لما أراد الحسين أن يحمله إلى الخيام نادى أخاه الحسين: يم الشريعة خلني بس وانت ماشي عني، يا حسين إذا تحبني سلم على الوديعة. صابوا السهم في عيني ومقطعات ديني، خلينا وفي ديني سلم على الوديعة. صابوني والله يعلم، بس همت انت تسلم من توصل المخيم، سلم على الوديعة. مقدار على دمعها ما أدري وش وضعها، وحق فاطمة وضلعها سلم على الوديعة. زيد العتب عليا وخلني على الوطية، بس عندي هالوصية سلم على الوديعة.
أدري الشمر يريدك بضيم وألم يزيدك، بس قبل حز وريدك سلم على الوديعة. وبينما الحسين عنده انقطع أنين العباس وتدلت رقبته وفاضت روحه، ألا من مناد وعباس رجع الحسين إلى الخيمة نوب يطيح عاليمنى ونوب يطيح عاليسرى ونوب يطيح على وجهه، لنا من كسر ظهر أبا الفضل يا من أسس الفضل والإباء. أبا الفضل إلا أن تكون له أبا. تقبل منا يا هذا القليل بكرمك، قبل العزاء نقرأ الآية المباركة. الحمد لله لدعواتكم، بعض المرضى الذين دعوتم لهم في الليالي الماضية الآن الحمد لله تحسنوا وصاروا أفضل ووضعهم إلى حال أحسن، إلا إذا بحق أبي الفضل عباس سلام الله عليه. نقرأ الآية 3 مرات ثم نبدأ بالعزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، إلهي بحق المضطر الذي إذا دعاك أجبته، إلهي بحق صاحب هذه الليلة بالفضل العباس وما له من الكرامة عندك. اللهم شافي وعافي جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا من أوصانا بالدعاء ومن قرأنا الآية لسببه يا الله. اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية يا الله. وأني الحاضرين اللهم احفظهم بحفظك الفعن والسوء والبلاء يا رب العالمين. والفاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات وقضاء الحاجات ودفع البليات تسبقها صلوات.